اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي ما دام في هذا الاخلاص في العطاء. انا بقول لكم المهندس علي عنده ظروف صحيه وزوره تعبان، ومع هذا كان حريص جدا يجي عشان يقول لكم رؤيته ويطمنكم على الاهلي ويطمن من خلالكم على مسيره الفريق. فعشان كده ما تخافش على الاهلي بجد ما دام في كل هذه التضحيات في عند رجاله الاهلي. لكن عطفا على كل اللي احنا قلناه في مشاكل الاداء الاعلامي، هناك الكثير في مقالي ومقاله درس في الهجاء للسادة النبهاء. بتاخدوا بالكم لما البعض يتكلم يقول لك مصر هتسترد الريادة الإعلامية. هي مصر اكتسبت الريادة الإعلامية من أول ما كانت أول من مارس مهنة الإعلام في الوطن العربي. والريادة على فكرة لا تضيع ولا تسترد. غير الصدارة. أيوه غير الصدارة، في استخدام خاطئ ليها جدا. الرائد هو أول واحد عمل حاجة. فالأهلي هو الرائد في بطولة الدوري لأنه أول من فاز ببطولة الدوري. الإسماعيلي هو رائد الأندية المصرية في أفريقيا لأنه أول من فاز باللقب. منتخب مصر هو الرائد في أفريقيا لأنه أول من فاز بكأس الأمم الأفريقية. ده معنى الريادة. فالريادة الإعلامية مصر مكتسباها ولم تنتزع منها. مفيش حاجة اسمها هنسترد الريادة الإعلامية، لا، احنا أصحاب ريادة إعلامية لأن احنا أول من علمنا الأشقاء العرب فن الإعلام في كل صنوفه وأساليبه. لكن بصوا إعلامنا الرياضي وصل لغاية فين. تفتح البرامج، أنا هنا ما بتكلمش يعني قناة الأهلي وقناة الزمالك وقناة أو أي وسيلة إعلام ناطقة لفئة معينة أو لنادي معين، من الطبيعي أن هي دي لسان حاله، زي صحيفة الحزب هي لسان حال الحزب، متبنية لسياساته مدافعة عن حقوقه وعن كل وجهات نظره. لكن القنوات الأخرى العامة التي يفترض أن هي عامة ومحايدة وشبكات الإذاعة المختلفة بقى، ودي مشكلة كبيرة جدا. شوفوا إعلان الانتماءات وشوفوا الإساءات اللي بتطال لعيبة ومدربين وأندية بالذات النادي الأهلي في برامج في قنوات معينة. واحد يقول لك هقلع الفانيلا والبس كذا لو الأهلي خد الدوري، في إعلان فج جدا عن ميول وانتماء وضد النادي الآخر. الكلام ده ينفع يتقال في الإعلام؟ لقينا فيديو الحقيقة عبارة عن درس، ودرس في الهجاء اللي هو ألف به للناس اللي عايزة فعلا تنتبه أو الناس اللي تعتقد إن هي نبيها. قناة بي إن سبورت فيها هذا الفيديو، نشوفه وأقول لكم إيه قصته. أنا أقترح التحدي هذه المرة، إن فازت إسبانيا أن تخرج لنا بالمراسلة التي تليها مرتديا ربما قميص لريال مدريد أو قميص لإيطاليا، والعكس صحيح لحسين ياسين. مش إحنا نخلق أجواء، ليش نترك الأجواء للاعبين بس؟ شو رأيك؟ ولا مرة استعملت موضوع برشلونة أو لاعب معين أو ميسي، لأن قول الرأي مهم جدا، وأنت لا يمكن أن تفرض على المشاهد رأيك، لديك مساحاتك الشخصية ودافع دائما عنها. طيب مواقع أوكي. التواصل الاجتماعي، لكن بخصوص بي إن سبورتس منبر عالمي قوي جدا. طيب. لا يمكن أن تستغل على المهنية العالية أشرف بن عياد، ولكن معناته بتحط صورتها على السوشيال ميديا. وهذا ليس برايفت، يعني هو يمثل المؤسسة التي لا لا هو حاطط على الحساب وأنا متابعه. آرائي لا تمثل المؤسسة التي أعمل بها. لا 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 أسيا 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 تفضل تفضل أشرف. بالضبط بالضبط، اليوم الأول كتبتها، ما أكتب لا علاقة له بالمؤسسة التي أعمل بها. نعم أقوم بريتويت لحسابات لكن دائما أحاول أن أعمل ريتويت لبي إن سبورتس كل الفيديوهات في موضوع الآراء مختلف للغاية. الرأي نعم. يمثل أشرف بن عياد الشخص فقط، ولهذا نعم. لم أقل رأيي أبدا، رغم أني مشكلت في الكثير من المناسبات نعم. في بي إن سبورتس حول ميسي أو حول مباراة أو نتيجة. شفت الدرس؟ المراسل ده مراسل قناة بي إن في برشلونة مقيم، هم ليهم مراسل في كل مدينة بالذات المدن اللي هي مرتبطين بتعاقدات فيها. يعني هتلاقوا في جمال جبل في ريال مدريد، هتلاقوا في مدريد بيغطي المنطقة اللي هو فيها.
المراسل المعروف محمد بن عياد بن زمايله اشرف بن عياد انه راجل منتمي جدا لبرشلونه، متحمس جدا للبارسا والميسي. المذيع بيدعبه الاردني محمد كيدان بيدعب اشرف بن عياد المغربي. ها انت مبسوط عندك؟ طب انت تقدر تقول ميسي وتقدر تقول برشلونه والا هيجرى. فالتاني بيرد عليه وعلى الزميله اسيا عبد الله اللبنانيه اللي في الاستوديو، شوفوا كوكتيل مغربي واردني ولبناني. انا ماليش ان انا من خلال القناه اعلن رايي الشخصي او انتمائي، ده احتراما مني لمهنيتي ولطبيعه القناه اللي انا بمثلها. قال له بس انت على السوشيال ميديا وعلى صفحاتك بتهايص جدا ولابس فانيله ميسي وفانيله برشلونه. قال له انا على حساباتي الشخصيه افعل ما اريد، لكن امام الشاشه انا ملك الجميع، ماليش ان انا اعبر عن رايي او اظهر ميولي. ده احتراما للشاشه واحتراما لقواعد المهنه، وده درس الف باء والله. وده يذكرني بالتعليق على المباراه. طيب يعني جبت التعليق ده، انت في الراديو ده في كوارث. ده كل واحد يشتكي برامج البرامج الرياضيه واستديوهات التحليل في الاذاعه، شيء غريب جدا، غريب جدا جدا. يعني قاعدين يقولوا رايهم، بتفرض رايك عليها انا كمشاهد ليه؟ ضد النادي معين بصرف النظر طبعا هو مقصود بيها انه يستخدمها انه يوجه حسب ميوله. ايوه، لكن الفكره حتى لو انت، انا بتفرج على ماتش الاهلي من مشجع اهلاوي من مذيع اهلاوي، انت مش من حقك تقول ماتش وحش قوي ممل قوي ما شفناش فيه حاجه، مش حاجه، ده مش دورك، مش دورك انت تحول الى ناقد، انت ناقل كمعلق. انت تقدم. عايز تحلل حلل بقى. روح التحليل قول اللي انت عايزه، انما تفرض مزاجك عليا ليه؟ افرض ان انا مستمتع بحاجه مضايقاك. يعني بتفرج على ماتش فولي للنادي الاهلي، وقلت حتى لزميل هيثم وكلمت المعلق اكتر من مره. بيجامل الاهلي بطريقه تسيء للمنافس. الله عليك، واخد يعني بالك؟ انت رافض حتى المجامله للاهلي من قبل المعلق. ضايقني. عمال يقول ايه؟ المنافس بيلعب ومتقدم، وده اقول ايه؟ مساله وقت، مساله وقت، وتعود الامور الى نصابها بصرف النظر عن ده هيحصل ولا مش هيحصل. انت مش مفروض انك تقول هذا الكلام. وكلمته وجينا في الماتش اللي بعديه بنفس الطريقه وبنفس التعليقات. يشوط ال هو ده، ما هو واحد لعيب عندك يشوط يعني استاذ ابراهيم. شوف الباسكت وابو سريع واللي بيحصل. لا انا بس خليني عشان الناس، انا اتكلم عن وصلت ان انا متضايق. يعني انت اللعيب بتاعك بيشوط ضربه ساحقه، ضربه توجع وجعهم، توجع ويكررها كل ضربه توجع. طب ما في ضربات علينا بتوجعنا، ما بتقولش. ما بتقولش توجعنا، واصلا ما يصحش انك تقول. الله، بتكلم على المعيار صحيح. ده اروح موطي الصوت عشان اعرف اتفرج على الماتش. وانت اعصابك مش ناقصه اصلا. انا عايز اقول ايه؟ زمان انت اشرت، انت فتحت موضوع مهم والله، والناس واخداه بسطحيه. توجيه الراي العام من خلال مودك الشخصي ووجهه نظرك الشخصيه امر لا، ما لا يليق، لا يليق الا اذا كنت مسؤول. انت تطلع تقول مسؤوليتي ان انا اخد القرار ده لاني شايف انه صح وتدافع عنه، انما انت راجل بتنقل المباراه، انت راجل بتنقل خبر زي الخبر اللي ابتدينا بيه. انت تعلم يعني ما انشغلتش انك تعرف انه الخبر ده صادق ولا وغير مقبول. وعندنا كذا خبر هنا في هذا السياق، موسيماني قال موسيماني عاد. ده حدوته كبيره جدا يا باشمهندس وتفاصيل كتيره، عشان كده حبينا انه حاجات كتيره تكون في